بعد النجاح الكبير اللي حققته أغنية كل القصايد للفنان مروان خوري، قرر الملحن والموزع الموسيقي اللبناني محمود عيد إعادة طرحها بقالب فني وموسيقي جديد، وانتهى عيد من إعادة توزيع هذه الأغنية اللي راح يتم تقديمها على شكل ديو يجمع بينه وبين مروان خوري. من ناحية ثانية، يحتفل الفنان مروان خوري بيوم الحب بالأردن على مسرح دار الأوبرا يوم 15 فبراير المقبل. انتهى الفنان اللبناني عادل كرم من تصوير دوره بفيلم تراب الماس كضيف شرف إلى جانب شيرين رضا. كرم صور مشاهده بثلاث أيام تحت إدارة المخرج مروان حامد، ومن الجدير بالذكر أنه عادل كرم سعيد جداً هذه الأيام بعد ترشيح فيلمه الأخير القضية 23 للأوسكار حتى ينافس على جائزة أفضل فيلم أجنبي في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ السينما اللبنانية. بعد إعلانها لحملها، كشفت الفنانة سيرين عبد النور اسم مولودها المرتقب وهو كريستيانو، وأكدت أيضاً في سياق منفصل أنها ما خضعت لأي عمليات تجميل خصوصاً وأنها بالشهر السابع من الحمل ولا يمكن أن تخضع للتجميل خلال هذه الفترة. اعتذرت الفنانة ليلى علوي بشكل نهائي عن المشاركة بمسلسل عوالم خفية مع الفنان عادل إمام، وهو العمل اللي انطلق تصويره نهاية الشهر الماضي. سبب الاعتذار هو عدم توصلها لاتفاق مادي يرضيها مع الشركة المنتجة للعمل اللي حاولت تخفيض أجرها أكثر من مرة، لكن الفنانة المصرية اتمسكت بالحصول على الأجر اللي طلبته، وانتهى الأمر باعتذارها بعد مفاوضات مطولة استمرت شهرين.